لا يعني الاحساس في منتخبات كتير جدا ما اقنعتنيش، يعني ممكن تبقى ضربه جايه في اللوز. المنتخب السنغالي اقوى منتخب، ادى 210 دقيقه ما دخلش فيك هدف، منتخب مخيف مهاريا، عليهم ضغط جمهوري هناك موجود في داكار، عندك كل العوامل ان انت تنجح. فبالتالي بقول لكروش بعد اذنك اعمل بلوكات على طرف الملعب. القرعه كانت فيها جزء كبير جدا من الحظ بالنسبه للمنتخب التونسي، من أسوأ المباريات اللي شفتها للمنتخب المغربي مع هاليلوزيتش. المنتخبات العربيه ما اقنعتنيش بنسبه 100%، وصولها لكاس العالم قطر 22 وجهه نظر يعني بالشكل ده نبقى حصالة المنتخبات الأوروبية. ماتش السنغال ماتش زي اي ماتش، ولكن طبعا حساسيته جايه ان في قلق كبير جدا من الشارع المصري على المستوى العام بتاع المنتخب المصري. احنا في الوقت الحالي الاكثر راحه خصوصا النتيجه 1-0. السنغال لعبت قدامك 210 دقيقه لم تحرز هدف، عندك بعض المشاكل الدفاعيه، ولكن التنظيم او المجموعه او الروح المصريه كانت موجوده في المباراه تحديدا. سيبك من الاداء والشكل الخططي، ودي لنا كلام كتير جدا فيها مع كارلوس كروش او مع الجهاز المعاون بتاعه. انا بالنسبه لي لعيبه مصر رجاله، عندها عزيمه وعندها روح وعندها رغبه كمان في اسعاد الجمهور المصري، وده مش كلام انش. ملعب دكار صعب وصعب جدا، ولكن في النهايه بنتكلم على 11 نجم، اعتقد ان هم هيكون لهم دور كبير جدا وشان كبير جدا. انك انت بتلعب فريق متمرس، فريق قوي، فريق معاه جمهوره، فريق عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، احسن فرقه في القاره في الوقت الحالي اداء وشكل واسلوب، ولكن ما ينقص منتخب السنغال هو مدير فني كبير يقدر يتعامل مع مجموعه اللاعبين المتواجدين. في مشاكل كتيره، منها ان انت بتلعب على شكل الدفاع فقط لا غير، ومصر ما بتلعبش على شكل الدفاع، واحنا خلاص تعودنا عليها من ايام كوبر. وكان اي مدير فني جديد اجنبي بيجي يتعامل مع المنظومه المصريه حد بيقعد معاه يقول له العب بالشكل الدفاعي. لم تستغل الحاله الفرديه لبعض اللاعبين المتواجدين، وخاصه صلاح، مرموش، زيزو، يعني وممكن نقول افشه اذا اراد. التفكير بتاع كارلوس كروش في عدم قبول اهداف مسيطر عليه من مباريات بطوله افريقيا الامر اختلف تماما. علشان كده من المفروض ان احنا نتغير نسبيا. اتمنى ان انا اشوف من كارلوس كروش وجهازه ومعاونه اللعيبه عنصر مفاجاه للمنتخب السنغالي زي ما حصل في اول 4 دقائق في الماتش الاولاني في دكار. ممكن تسكت كل الجماهير السنغالية، ممكن تقلب موازين اللقاء بالنسبه لإليو سيسي وكل اللعيب. هدف واحد بس، انه نزلت بشكل جيد وبشكل فيه عنصر مفاجاه للاعب او اتنين يغيروا من مفهوم شكل المنتخب المصري، وجهه نظري ممكن نخطف ورقه التاهل لكاس العالم 22. انا بالنسبه لي التراجع الدفاعي مبالغ فيه جدا جدا جدا، وان كان غياب الوينش ومحمد عبد المنعم وحجازي هيخلي كارلوس كروش يفكر في التراجع الدفاعي بنسبه 150%، لانه خايف على قلبين الدفاع. نقطه تحضير المنتخب السنغالي جايه من كوليبالي. كوليبالي في الماتشين شوف لمس كم كورة، حضر كم كورة، اشتغل كم كورة. مرة واحدة ان اشوف كارلس كروش او الجهاز يقول اللعيب من عندنا عليكوا على كوليبالي، رجعوا 5-6 متر ورا نص الملعب، ما تخلوش يحضر للعيبة من تحت، ما تدلوش الراحة انه يتحضر. لكن في النهاية انا شفت كوليبالي حر طليق، ودي جزئيات في الكورة المفروض ان واحد بخبرة كارلس كروش يكون فاهمها. اقرب لعيب لكوليبالي ممكن يكون تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، مش عاوزك يا عم في الماتش، بس وقف لي كوليبالي. وقفت 25% من قوة تحضير المنتخب السنغالي. تفوق واضح لماني، ماني من احسن لعيبة العالم اللي عنده قدرة على التحضير والتحطين للكورة، بيحضر كويس جدا، عنده مهارة فردية، عنده كواليتي كورة ممتاز. علشان كده ما قدرناش نتعامل معه، غير ان دايما دايما هتلاقي في الشكل الفردي موجود بس عمر جابر موجود مع ماني، مفيش البلوك اللي معمول. في بعض الاوقات شفنا البلوك ولكن كان بلوك ضعيف شوية على فكرة، ولازم كارلوس كروش ياخد باله من القصة ديت. قوة المنتخب السنغالي في اطرافه اسماعيل اسار وساديو ماني وضحت في مباراة النهائي، وضحت في المباراة الاخيرة. لا يمتلك رأس حربة ولا يلعب على عمق الدفاع، بيلعب دايما على طرفين الملعب. علشان كده يا كيروش زي ما قلت لك عليك كوليبالي، هعمل بلوكات من نص الملعب على طرفين الملعب اسماعيلة وعند ساديو ماني. عنده بعض الاخطاء انت ما استغلتهاش، زي مثلا اصابه عبدو ديالو قلب الدفاع، ما لعبتش على قلب الدفاع التاني اللي موجود او اللي نزل وهو اقل منه فنيا واقل منه كرويا وحركيا، ما استغلتوه بشكل جيد جدا. تغييراتك كانت متاخره، تغييراتك مش موجوده. ولكن في النهايه هنركن كل الكلام ده، لان المباراه الثانيه تحتاج الى فكره ثانيه خالص وتخطيط ثاني واسلوب ثاني من كارلوس كروش كمان ومن جهاز المعاون. ايجابياته ان المنتخب الجزائري كسب 1-0 واسلام سليمان رجع للتسجيل مره ثانيه. ايجابياته جمال بالماضي قدر يعرف الاخطاء اللي موجوده في قلوب الدفاع. ايجابياته انه لعب بثلاثه في قلب الدفاع، دي اول مره تحصل مع المنتخب الجزائري. ايجابياته انه لعب على طرفين ملعب ممتازين جدا، اذا كان حسين بن عياده او رمضان بن سبعين. المنتخب الجزائري قدر يوقف مجموعه من اللعيبه الاقوياء جدا بالنسبه للمنتخب الكاميروني من اقوى خطوط الهجوم، اذا كان فينسنت ابو بكر او ايكامبي او شيبو بوتينج نجم البايرن ميونخ. فبالتالي بتتكلم على قراءه جيده جدا لجمال بالماضي، امكانيات ممتازه جدا، وكمان قدر يتعامل بشكل الخطف، لغه الخطف للمنتخب الجزائري على المنتخب
المنتخب الكاميروني، ومع ذلك ما شفناش خطوره كبيره جدا للكاميرون، شفنا اداء اكثر من رائع بالنسبه للمنتخب الجزائري. اخاف على المنتخب الجزائري في المباراه اللي جايه، لان نتيجه 1-0 يعني الى حد ما مش عاوزها تدي راحه نفسيا المباراه انتهت. تونس انا بالنسبه لي اكثر المنتخبات عندها حظوظ للتاهل، نتيجتها ممتازه جدا، عملوا شوط اول اكثر من رائع، الطريقه اللي لعب بها جلال قدري 4-3-3 باستخدام وسط ملعب ممتاز جدا اذا كان يلعب دولي او غيلان وكمان محمد علي برمضان، الثلاثي الامامي كانوا ممتازين جدا في الحركه بدون كوره، اخطاوا المنتخب المالي، شفنا منتخب الى حد ما قاوم ممتاز في الشوط الاول، حتى قلبين الدفاع كانوا جيدين جدا، علشان كده النتيجه ايجابيه، النتيجه شايفها ان هي كانت غير متوقعه عطفا على تاريخ المنتخب المالي مع المنتخب التونسي وكمان اصابات اللي جت للمنتخب التونسي في البدايه، ولكن فينا بنتكلم على منتخب ادى شوط رائع جدا جدا. ما يؤخذ على المنتخب التونسي هو الشوط الثاني بعد حاله الطرد اللي حصلت في المنتخب المالي، كان المفروض الزياده اكتر زياده اكتر، ولكن جلال قادر لعب على التحفظ، لعب كمان ان هو يضمن النتيجه ب1-0، ما يقبلش اهداف، اعتقد ان ادائهم كان جيد جدا منطقي جماعي، ده اللي احنا ننتظره من المنتخب التونسي في رادس امام الجماهير التونسيه، محظوظ جدا جدا، محظوظ انه طبعا لو منتخب بيقابل منتخب ومنتخبات الصفوه الصفوه الكبيره جدا في كره القدم اعتقد منتخب تونس كان هيعاني كثيرا، وان كان طبعا منتخب مالي بيأدي كره قدم ولكن ما عندوش الشراسه اللي موجوده في المنتخب السنغالي او في المنتخب المصري او في المنتخب الجزائري، اللي جيد بالنسبه للمنتخب التونسي انه في التصنيف الاول، عشان كده القرعه كانت فيها جزء كبير جدا من الحظ بالنسبه للمنتخب التونسي. اسوأ المباريات اللي شفتها للمنتخب المغربي مع هاليلوزيتش، شوط اول سيء جدا للنسيان، ثلاث قلوب دفاع وتغيير الطريقه بالنسبه للمنتخب المغربي مع انه لعب فيها بكاس امم افريقيه، ولكن المنتخب المغربي صراحه كان سيء جدا في الشوط الاول. هيكتور كوبر تعامل مع المباراه بشكل ممتاز، لعب بنفس السيستم هيكتور كوبر اللي هو على الهجمه المرتده ونجح انه يعدي بكره واثنين وثلاثه واربعه عن طريق الكامبي، انما انا شفت منتخب فردي، وبالتالي بتتكلم على مباراه من اسوأ ما يمكن، ومع ذلك المنتخب المغربي كان محظوظ جدا في الكره اللي جت عملها الكعبي واحرز منها طارق الهدف تعادل، هدف الى حد ما اراح لليوزيتش، لان المباراه اللي جايه في ملعب كازابلانكا كانت هتبقى صعبه جدا جدا على المنتخب المغربي. ليه؟ لان هيكتور كوبا يجيد التعامل مع المباريات الخارجيه، يجيد التعامل في المباريات الدفاعيه، يجيد التعامل على الهجمه المرتده، عنده لعيب اسمه ويسا على الجبهه اليسرى هايل ومن افضل لعيبه، وعنده لعيب رقم 2 اسمه دامبي من افضل ما يمكن، وبالتالي كانت الهجمه المرتده هتتعب كتير جدا للمنتخب المغربي. التعادل 1-1 اراح لليوزيتش حذاري، لان كونغو معلوش اي ضغوط، وصل للمرحله النهائيه، هيكتور كوبر عاوز يعمل مفاجاه كبيره، فالهجمه المرتده ممكن تتعب المنتخب المغربي. اللي انا شفته في المباراه الاولى يخوفني على المنتخب المغربي، وخصوصا من عند اشرف حكيمي ومن عند ادم ميسينا، كمان الثلاثي الدفاع زي ما قلنا تونس محظوظه بتلعب مالي، المنتخب النيجيري محظوظ جدا انه بيلعب غانا في التوقيت الحالي، لان غانا اسوأ غانا شفتها في ال 20 سنه الاخيره. لو كلمتنا الاحساس هقول لك الاحساس، المنتخبات العربيه ما اقنعتنيش بنسبه 100% وصولها لكاس العالم قطر 22 وجهه نظري، يعني بالشكل ده هيكون الامر صعب جدا، هنبقى حصاله المنتخبات الاوروبيه. المنتخب السعودي بيغرد لوحده خالص اماكن ثانيه، منتخب قوي، امكانياته الفنيه عاليه، عنده مدير فني قوي جدا، عنده مجموعه لعيبه مهره وكواليتي كره ممتاز، استفادوا من العنصر الاجنبي اللي جه في الكره السعوديه في الفتره الاخيره، وبالتالي منتخب عليهم التحضير الجيد، لان كاس العالم غير تصفيات كاس العالم، كاس العالم يحتاج الى تحضير تاني خالص وشخصيه تانية وامكانيات تانية في بعض المشاكل والدفاهات اللي موجوده في الكره السعوديه، ولكن طبعا كاس العالم زي ما اتكلمنا على المنتخبات العربيه بتكلم على المنتخب السعودي في اسيا، عليه العمل الجاد والا برضه هنكون حصاله المجموعه.